عايزين ننزل نقلب رزقنا يا لطف. بهلول رجع ومعاه كنز زي الفل وانا هقعد نغرف منه. يلا استنى بس. واحنا انا هنا كل طوب لحد ما نبقى نغرف. هنعمل ايه طيب؟ نقلب عم شمندي الشحات. تتجنتي في مخك يا بت ولا ايه؟ اضرب ببطنك. لطف الحراق يسع شحات. ما تسمع. ده بقاله 50 سنة بيشحت ويمته بقد كده. كنت بشوفه وانا في الموقف بيشيلي كيسة فلوس ايه وما صرفش منها ولا ملم طول عمره. ده بقاله يجي 30 سنة لا حلق ولا استحم. وده نسرقه ازاي بقى الله يعرفك؟ انا عارفة اوضته في حتة متطرفة وده بينام زي الطوبة. كان في الموقف لو نام وعدى من فوق اتوبيس وربنا ما يفوت. والله العظيم فكرة. بصي بمليون جنيه. يلا بقى. ده جبندي. ده بني ادم يعني؟ ايوه ونايم قدامك زي كتير اهو. سبحان الله. رضا والرضا. خايف الاقي تعبان. بتعملوا ايه هنا يا ولاد الحرامية؟ بتعملوا ايه؟ مش هسيبك فلوسي. حصل ايه؟ مش عمري. طب سيب بس ايدي. لا مش هسيبك. مش هسيبك. دول فك. دول فكة. هو انت ايه؟ في حد يسيب مراته والراجل رفع عليها السكينة ويجري؟ وطي صوتك، وطي صوتك. مش انت اللي قلت لي الراجل ده بينام ما بيقومش لو عدى عليه قط؟ بعدين انا مشيت ليه؟ مشيت ليه انا؟ مش عشان اهرب بشوية الفلوس اللي احنا قلبناهم منه اللي في الاخر طلعوا شوية فكة ما يكملوش 5000 جنيه لو قعدت عمري كله اجمد فيهم مش هيكفي. بعدين يعني انت زعلانة ليه يا بنت انت؟ ما انت يعني جيتي اهو زي الفل وما فيكيش حتى خربوش واحد. زعلانة ليه؟ الراجل كان هيموتني يا لطفي. ما سابنيش غير لما رمته في الارض كان هيروح فيها. وطي صوتك امي هتصحى. امك ابو شرط الحريم. قالوا احورة الساحة يا وائل. بكرة الصبح تبقى قدامي في المخزن. عايزين نشوف حوار مجدي المحامي ده. عايزين نعمل له تخطيطة نعرف هنعمل فيه ايه. خش جوه يا مجدي. خش جوه. ايه في الباب يا حيوان؟ يلا تعالى كده واحدة واحدة وارفع ايدك فوق كده. ارفع ايدك فوق. اقعد يلا. اقعد جنب الحاجة هنا. مين دول يا مجدي؟ هو سؤال واحد. سؤال واحد هتجاوب عليه عدل هتعيش انت والحاجة عادي. هتعمل فيها نسر السعيد ثقة في الله هنقتلك انت وامك. وانتوا عايزين ايه؟ مين اللي زقك على المعلم بهلول الحمش في السجن وخلاك تبعت له حد يغزه؟ وانتوا تبع بهلول؟ احنا بقى نقعد نسألك وانت تسألنا واللي يجاوب الاول يفوز بجائزة البرنامج. واحد اتنين تلاتة. الحاج رشيد الغمري. الحاج رشيد الغمري. حلو. عارف ليه حلو؟ عشان الحاجة كانت هتعيط عليك جامد قوي وهتزعل مع ان احنا كنا هنموتها هي كمان. مين الحاج رشيد الغمري ده؟ ده واحد بينه وبين بهلول قضايا وفلوس وشيكات. ده تستقبل يالا؟ هو بهلول معاه شيكات اصلا؟ انت بتقول ما تهلفتش. ما تهلفتش في الكلام وقلب المطرح واخلص. ايه اقسم بالله بص هفتك لك دماغك دي. حاضر حاضر. ما تتحركش سنتي. مش هتحرك. يلا خش على الحجر.
ست الحبايب قلب الصيغه بتاعتها والافوكاتو يبقى يجيب لها جديد. انا اسف يا ماما معلش ممكن بس الجواز. لا بالله عليكي كلها معلش. بالله عليك. يلا تمام حرق يلا بينا. يلا طيب حاضر خدي دي ليك يا ماما يلا يلا حرق. اقسم بالله هتفكر اي تفكير شمال هتلاقيه ناطط في وشك على طول. وتاني حاجه اوعى حط بقى. انت اللي وزيتي علي عيل في السجن عشان يخلص عليا وبعد كده طلقت مني؟ لا ده اصل في حته كمان مكتوبه يعني بتقول ان هي عشان البنت. اخرس يا ابن الصربه ولا تهزشني على دماغك. ايه جرى يا عمهم في ايه؟ وانا يعني لما اتكلمت خلاص؟ ما انت هوجن جالك المخزن وظبطك وروقك وعمل معاك الصح وقلبك وبعدين دلوقتي بقى يعني بسم الله ما شاء الله عليه لبس وقيامه وموبايل وكل حاجه. وورده كمان ما هي من قبله مقلباك واتطلقت منك. ولا يعني الكلمتين اللي لطفي الحراق بيقولهم هم اللي هيوقفوا في الزور؟ صح يا لطفي عندك العيب يا كلب. ولذلك قبر واحد هيتحفر لهم ويلمهم هم الاثنين. قبر ايه يا عمهم؟ يا نهار اسود انا مش فاهم حاجه يا جماعه. هي مش ورده دي حضرتك هي اللي خلت مجدي يجي يقتلك؟ مين بقى اللي اسمه رشيد الغمري ده؟ مفيش حد بالاسم ده يا اهبل يا عويل. ده ضحك عليكم وقال لكم اي اسم كده عشان تسيبوه. لكن الشلطه والحكم دول هم اللي هيحفروا قبره. الله عليك يا كبير وربنا وربنا مدرسه. بس يعني عموما يعني بالنسبه للي جاي بقى ايه؟ بالنسبه للي جاي ايدك النكسه يا درجه. ده انا اكله ولا اعمل فيه ايه؟ تاكل جدك. افتح الكفر. الله 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 الله. ايه ده 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 ايه يا كبير ده؟ يعني هو انت التمثال ده عايزكم تصرفوه. يعني ازاي يعني نصرفه ازاي؟ يعني ما احنا ما ده ازاي؟ بصوا من هنا ورايح لازم تنسوا جو الهبل اللي كنت بتعملوه ده في التهريب والسرقه وتشتغلوا على كبير مع المعلم. بس الشغل على كبير اللي يخون يموت. التمثال ده هبعتكوا بيه لواحد تسلموه للتمثال هيسلمكوا شنطه فلوس تجيبوها وتقولي ها فيها حاجه دي؟ لا ده يعني ده اسهل من رابعه ابتدائي. لا انا كده بقى اوت. يعني ايه؟ يعني بقى اثارات ومؤبد ولبش انا ماليش في القصه ديت. انا اخر العب في ابو ست شهور سنه بالكتير. انما كده سلام عليكم. سيت داون. اظبط نفسك ها بدل ما اظبط ماشي. عند انا كبير دي معلش. عندك ايه؟ بقول لك ايه طريقك اخضر يا حراق. انا كده كده ماليش دعوه انا مش لاعب. انا بقى هلعب. هلعب في عمرك يا حورس. لا معلش يا كبير معلش. عند انا دي تعرف عارف لو نص كلمه خرجت من بقك انا اللي هزعل ابوك عليك. معلش يا كبير ويعني انا هعيشك عالم الابهار. بص يا دنتايد لو حرف طلع من بين شفايفك انا مش هزعل ابوك عليك. لا انا هزعلك على ابوك وهسيبك لما تزعل قوي 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 واخلص عليك. انت بس اللي جاي؟ لا ده انا بس ايه ده لسه في عربيتين جايين ورايا وفي قناصين على الاسطح. ايه يعني يا عموم ده كلها على الله وبعون الله متامنه كويس وزي الفل ما تقلقش يعني. بالنسبه للامانه بقى مش غلط. Thank you.
حريق حريق، ده انا قلبي كان في رجلي، خفت تتعكش يا ولد. قلبك كان في رجلك؟ ده انا رجلي كانت في قلبي من كتر الجري اللي انا جريته. بس 100 100 المرجله شاورت عليك، الجدعانه قالت انت راجل. لحظه امشي. وين؟ 2 3 4 70 80 90 20. امسك هذا حراق، مش خساره فيك. دول اعمل بيهم ايه دول؟ انت بترمي النعمه الامريكاني هذا لطفي؟ ايه مش عاجبينك؟ دول 40,000 مصري. ايوه يعني ايه 40,000 مصري؟ يعني اعمل بيهم ايه؟ ادفعهم مقدمه توك توك يعني ولا اعمل ايه؟ امال انت عايز ايه يا حراق؟ عايز نص الفلوس دي؟ انا عشان ابيع المسخوط الزفت ده الحكومه جريت في ديلي واتضرب عليا نار وكنت هروح فيها. ده انا كنت هموت يا جدع. ما تموت ما تموت. هو انت عايش اصلا؟ عمك بهلول هو اللي عمل منك بني ادم يا كلب. ده انت كان كبيرك تسرق ازازه حاجه ساقعه من كشك السجاير، نسيت ولا ايه؟ في ايه يا عمهم؟ خلاص اهدى روق. يعني هو الواحد ما يعرفش يعني تفك معاك بكلمتين ولا ايه؟ ده انا بهزر معاك يعني يا عمهم عشان افكك. يعني ده الدنيا حلوه والعمليه جميله. انت عارف ال 40,000 جنيه دول انا لو كنت شفتهم يعني من قبل ما اقابلك ده انا كنت عملت ليله كبيره قوي. احكي لك على حاجه يا عمهم. أمي يعني اتولدت وكبرت واتجوزت وترملت وحصل لها كل حاجة في الدنيا وما شافتش 2000 جنيه على بعضيهم. ربنا يخليك لنا كبير ويعني عايشين دايما بحسك وحسك في الدنيا على طول. أو كده اصحى معايا هذا لطفي وتعدل وامشي زي ما أنا عايزك تمشي، تاكل معايا عسل نحل، لكن هتسوق في العوق خلي النحل يقرص في جتتك لغاية ما تخلص خالص. فاهم ولا مش فاهم يا حراق؟ طبعا طبعا فاهم يا عمهم. يعني ده انت قلت حكمة كمان دلوقتي. طيب انا بالاذن انا هروح بقى يعني افرتك الاربعينات اللي انت اديتهم لي دول لحد ما يعني تديني امر بالعملية الجديدة. اللهم صل على سيدنا النبي، ده احنا خفنا وحلونا والظاهر ان صحتنا جت على ضرب النار. ايه ده في ايه؟ انت عايز ايه؟ في ضيفة عزيزة قوي عاوزة تطمن عليكي. ضيفة مين دي؟ ضيفة ما ينفعش تيجي هنا، بس أنا سربتها. ايوه ضيفة مين يعني؟ مش فاهم. استني هوريها لك. لا من فضلك ما تدخليش حد، انا مش عايزة اشوفه دلوقتي، انا تعبانة. اصطبري هدخلها لك، اصطبري. لا حول ولا قوة الا بالله. وحشتيني قوي. أنا كنت عارف إنك هتفرحي، أصل أنا برضك كنت متعلق بفوزي قوي. يمسيك بالخير يا فوزي. فوزي مين ده؟ فوزي القرد. وحشني قوي. يا ترى يا فوزي عامل إيه؟ قرد إيه؟ جعان ولا شبعان؟ بقول لك إيه؟ بردان ولا حران؟ لو سمحت بعد إذنك. إيه؟ هو بابي ولا ميس فين؟ الباشا الكبير خطف رجله لحد البيت، يغير هدمته وتنه راجع على طول، ومعرفش الهانم الكبيرة فين. على العموم أني النبطش معاكي النهاردة، لو احتجتي أي حاجة اندهي عليا. سلام عليكم. يوه ده أنا نسيت. أنا قلت أنت أكيد زهقتي من قعدة المشتفشي فقلت أجيب لك الحاجات دي تسلي نفسك. الله. وكمان جبت لك ألوان خشب عشان ما تلخبطيش إيدك، ما تلفلحيش إيدك، ما تلف. يا لهوي حالي. ما تلخبطيش؟ بسم الله عليك، أنت عرفتيها منين؟ إيه؟ ما تلخبطيش إيدك. وارسمي لنا بقى الحاجات العفشة اللي بترسميها. متشكرة قوي. اسمك ايه؟ هوجا، محسوبك هوجا. ماشي يا هوجا، متشكرة قوي. العفو. بعد اذنك ممكن بقى تستنى بره شوية عشان انا عايزة اقعد لوحدي. ماشي ماشي. الف سلام. ولو احتجتي سعادتك اي حاجة يبقى اندهي عليا. اني هوجا. السلام عليكم. هوجا متشكرة قوي على الحاجات الحلوة قوي دي. العفو العفو.